طيب دكتور مراد، في العاصمة موسكو، أمريكا والغرب يقولان إن العقوبات قد أوجعت روسيا بالفعل، ولكن في الناحية الأخرى موسكو تقول بالعكس إن هذه العقوبات كانت بردا وسلاما عليها. من نصدق إذن؟ حسنا، وكما تعلم أنا أعيش في روسيا، وأظن أن الموقف الاقتصادي في روسيا هو مستقر ومستتب. بالطبع هناك بعض المشكلات، لا سيما فيما يتعلق بالتحويلات الدولية والنقل الدولي. إذا ما كنا نتحدث عن تحويل الأموال بين البنوك الروسية والبنوك الدولية وغير ذلك، من هذا المنطلق نقول أن هذا كان له نجاعة على النظام الصرافي، ولكن فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى وغالبية الشعب الروسي وغالبية المواطنين الروس، الموقف بالنسبة لهم لن يتغير كثيرا، حتى أن الأمر لم يؤثر على الأنشطة الروسية ولم يؤثر على وزارة المالية الروسية والتنمية الروسية، لأنهم تناولوا هذا الأمر بحكمة. وبحسب رأيي فإن مثل هذا النوع من العقوبات إذا ما تم فرضها ضد دولة أخرى، نعم لربما قد يؤدي إلى دمار والإطاحة باقتصادها، ولكن أود أن أقول الاقتصاد الروسي بدأ أن يتعافى ويتعاطى مع هذه العقوبات وهذا الموقف، وهذا جد مفهوم، لأن روسيا على أتم استعداد لمثل هذا التاريخ من العقوبات. وإذا ما ذكرنا أنه في عام 2014 عندما كنا نتحدث عن موقف شبه جزيرة الكرم، بدأنا في استقبال العقوبات الأولى، كان لها تأثير جم، ولكن الحكومة الروسية فهمت وأدركت، كيف لي أن أقولها، أن الأمر سوف يصبح ربما وقتا سيئا. نعم كان لدينا بعض الخطط وبعض الخطط البديلة. روسيا أعلنت الآن أنها تحولت إلى سياسات الشرق الاقتصادية، إذا ما كنا نتحدث، كيف لي أن أقولها، عن أن تكون هناك صلات وأواصر مع مجتمع الشرق وحتى مع مجتمع نصف الكرة الشرقي، وأن غالبية الدول بدأوا أن يتعاونوا مع الاتحاد الروسي، وهذا هو السبب وراء أنه، وبحسب رأيي ولسوء الطالع أو لحسن الحظ، أن مثل هذه العقوبات ليست بالفعالة. حتى إذا ما كنا نتحدث فقط عن روسيا، ولكن إذا ما كنا نتحدث عن كوريا الشمالية أو حتى سوريا أو غير ذلك من الدول، هل كان ذلك فعالا؟ لا أظن ذلك. وبحسب رأيي أن العقوبات ربما قد يكون لها تأثير كبير، ولكن هذا قد يؤدي إلى ربما تدمير الاقتصاد، ولكن قد يكون له جانبان بين الشرق والغرب إذا ما تم تصعيد هذه العقوبات ولم تساعد في تسوية هذا الصراع.